تعبانه صارت منيحه ونامت. بس انتي كانك متوتره. شالو ما بعرف ليش حسيت بس كانه شفت ماليشكا. اذا كانت هون عن جد وين لحقت تختفي يا ترى؟ اختي ليش انتي قلقانه؟ ماليشكا فيها تعمل شو ما بدها، بس انتي عندك امر المحكمه وما حدا في يغير بامر المحكمه هاد. ما حدا في يتدخل بينك وبين ريشي مين ما كان، خصوصا خلال هالثلاث شهور. اي حدا بيحاول انه يلعب شي لعبه رح يتعاقب بشكل قانوني. لهيك انتي لا تتوتري بنوب، انتي عم تفهمي علي شو عم قول؟ اي فهمت عليك، بس هلا لازم اعرف ليش ماليشكا اجت اذا عن جد هون. انا اكله هم زياده بعرف، بس بعرفها ممكن تعمل كل شي كرمال مصلحتها، لأنه ماليشكا ما عم تفهم جدية هالشي. صح، بس انتي الوحيدة العاقلة والفهمانة كل شي. أمي شكراً. صحي وين أمي؟ يا بالمطعم يا بالغرفة. هلأ بس تروحي من هون رح حكيها تليفون. صح شالو، اسمعي أنا معلش حاكيكي بعدين. طيب باي، تصبحي على خير. نفدت، وصلت الأمور لهون؟ أنا لازم أتجرأ وأطلع قدام هالبنت، مو طبيعي. كل مرة هالبنت هي اللي بتفوز. اسمو الليلة أبداً لاكشمي، اليوم أنت ما رح تفوزي، اليوم يومي أنا. انطري لي أثر الدواء، أنا رح فوز عليكي بطريقة تصدمك تماماً. النصر الأخير إلي لاكشمي. كانت هون لاكشمي، وين راحت فجأة؟ هي مشكلتي معها، تتصرف من دون علمي، تعمل يلي براسها. أنا عم دور عليها، ما عم دور، مو فارقة، بس بدي أعرف وينها هلأ. شو مشكلتك؟ قلت لك لا تتصرف بهالطريقة. شو قصدك؟ شو حكيت؟ أنا قلت لها آسف يا رجل، شو لازم أعمل؟ قدم لي هالخدمة بس وروح من هون. أنت مو بوعيك، كمان ريشي ما بده إياك هون، الكل مزعوج منك. أنت عم تساوي لي مشاكل، افهم، رجاءً روح من هون. أنت جد غريب. بتشوف إني مو مركز، بس ما بتشوف هديك. بتطلع على حالتها، هي كمان مثلي. ليكي شوفي هي الصورة مو حلوة؟ شو رأيك؟ وين راحت أمي؟ هلأ كانت هون.